لا يزال في لبنان بعض ومضات من الحياة. انطلق رالي لبنان 36 والمنافسة هذا العام بين حامل كأس رالي لبنان 10 مرات رجيف غالي وبطل العالم القطري ناصر العطية. رح تكون منافسة أنا وناصر وعبد، هلا إن شاء الله نكون عم ننافس، يعني ما نهينا. مثل ما الكل بيعرف ناصر بطل العالم ومعه فريق بطولة العالم، مجهزين الماكسيموم ليقدروا لا يجربوا يربحوا، بنجرب ما نخليه. رجيف سريع سايق مهم ببلده، أنا موجود محضر أحسن تحضير من أسبوعين، كنت بألمانيا بسوق هناك على التارماك، يعني إن شاء الله اللبنانيين منا سهلين، يعني تعرف خاصة رجيف وعبدو يعني بيكونوا قويين بالرالي هذا، بس أنا أتوقع يعني ناصر إحساسي السنة هاي ناصر راح يفوز إن شاء الله. يعني كنت ضايع إذا بدك امبارح إنه إذا بدأت فوش تفوت معهم على المعركة أو لازم لا فكر ببطولة لبنان بالرالي، بس بعتقد يعني امبارح صار معنا كم شغلة بعد مش صايرة بحياتنا، يعني قبل ما ناخد ستارت كان كسر معنا ترانسميسيون بالسيارة، صارت تشد من قدام، كتر خير الله قدرنا نظبطناها، القانون سمح لنا نرجع نظبطها هونيك، وصار معنا كم مشكلة، يعني ما كنت كتير مرتاح، لازم بعتقد نفكر أكثر بالبطولة وننطر ورا روجيه وناصر يا ربي نحضر المعركة من ورا. بيني وبين ناصر روجيه رح يكون في ديفرنس، عم بسوق ار ار سي، عم بسوق ار 5، بيحشوش أنا ما عندي تورك رح أتضايق فيها شوي، وبعدني ما بعرف السيارة الـ R5 ما حدا بيعرفها هون يعني. وحاليا متصدرين بطولة دروبن، باقي عندنا قبرص ودبي، فإن شاء الله إنه يعني نستخدم عقلنا شوي ونخلص الرالي هذا ماخذين نقاط. الخليجيون اشتركوا في البطولة على الرغم من تحذير معظم دولهم رعاياها من التوجه إلى لبنان، كسروا الحظر وشاركوا. بتوجب علينا إن إحنا يعني رالي لبنان يعني نشارك في النشاط، ويكون ايضا نعطي رسائل للعالم ان البلد هذه ما تستحق الا ان تكون يعني لها رياده في المنطقه ولها رياده على مستوى العالم. انا واحد منهم، يعني كان 90% كنت ما ابي اجي، مع اني شاري اغراضي من شهر تقريبا 7، اغراض فيول وتواير ومأجرين السياره هذا، وصار فيه مبلغ يعني ما يقارب تقريبا 60,000 دولار على البطوله هذه، فحبينا ان نشارك في لبنان. طبعا بين اهلنا واخواننا، احنا جايين للرياضة، الرياضة نعتقد انها بعيدة عن السياسة، ومثل ما تشوف يعني الحمد لله البلد بخير. رالي لبنان يتألف من 4 جولات ويستمر لغاية 8 أيلول. ملعب فؤاد شهاب في جوني، جاد غصن، قناة الجديد.